اتكلمنا في الدرس اللي فات عن في الاكسل، كان الدرس الاول اتكلمنا عن الرينج او المدى، واتكلمنا خدنا فكرة هتقدر ترجع له، هسيب لك اللينك بتاعته. الدرس التاني بنتكلم فيه عن الفورمولاز اند فانكشن، يعني الصيغ والدوال او الوظائف، بس هي طبعا الدوال فورمولاز اند فانكشن. انا اقدر طبعا اخش على طول في الموقع بتاعنا اللي احنا بتاع كورس 7 واوريك الكلام ده، لان المحاضرة مكتوبة. يعني ده الموقع بتاعنا زي ما دخلنا عليه. فالدرس التاني اللي هو موجود فيه هوريهولك دلوقتي، هخش عليه، هو الدرس تعلم اكسل، برضك سلسلة تعلم اكسل بسهولة واحتراف، الفورمولاز اند فانكشن، الصيغ والوظائف او الدوال. الدرس مشروح هنا، يعني الدرس مشروح هنا، احنا هنتكلم عن كذا حاجة برضك. هو الدرس ده والدرس اللي فات هم عبارة عن بفتح مواضيع في الاكسل، بنفتح مواضيع في الاكسل. طبعا انا هسيب لك دايما اللينك المواضيع المتقدمة اللي انا كنت اتكلمت فيها قبل كده في الاكسل، سايبها وتحت الفيديو ده. وفي نفس الوقت الشرح ده انا هتكلم فيه عن يعني ايه اكتب فورمولا معادلة، اعملها ايديت، ايه هي اولويات تنفيذ العمليات، اوبريتور بريسيدنس، اولويات تنفيذ العمليه مع العمليه حسابيه كده صغيره، وازاي اعمل بعد كده كوبي بيست للفورمولا، وبعدين اعمل انسيرت الفانكشن. هنفهم الكلام ده كله. طب هي الصيغه عباره عن ايه؟ برضه كان هدي فكره كده وهبدا انفذ الكلام. يعني الصيغه هي تعبير بحث بخليه، مثلا خليه زي دي، جيت هنا كتبت 2 و3، هاجي هكتب هنا معادله الخلية دي اسمها A1 والخلية دي اسمها A2، فبكتب هنا في المكان ده A2 بتساوي A2 زائد A1. تعال نفذ الكلام ده. يعني انا عندي هنا هكتب رقم مثلا 2، هنا هكتب 5، بعد كده هاجي اكتب هنا بتساوي، ممكن اقف هنا او ممكن هنا بكتب يساوي على طول، وبعدين ادوس على دي، ممكن اسلكت اقول ايد، او ممكن اكتب على طول مباشرة هو كتب لي كده، وبعدين ادوس على زائد من لوحة المفاتيح، زائد من لوحة المفتاح، بعدين ادوس على الاربعة، بعدين ادوس انتر. هو طبعا زي ما انت شايف كده بيعمل الوان، وادوس انتر خلص النتيجة 2 زائد 4 6. يعني لو وقفت هنا هتظهر لي الفورمولا هنا في الفورمولا بار، ده الفورمولا بار، ودي اللي ممكن اعمل انسيرت للفانكشن لفورمولا، يعني زي صم في دوال كتير. انا بديك فكرة الاكسل شغال ازاي ببساطة، لكن طبعا بعد حبة هنخش في حاجات مذهلة. كان الهدف زي ما قلت قبل كده بفكرك ان احنا هنخش في الداتا اناليسز والداتا ساينس، اللي هي حاجات مطلوبة او في سوق الكورسات دي بتوصل لارقام فلكية، احنا هنعملها فري فري، بس طبعا عايز حد يتابعها من الاول ببساطة عشان العملية هتعقد في الاخر، يعني هو فيها جزء برمجة وكده. فانت يعني احنا كده بنسخن يعني، ولازم طبعا تدعمونا باللايكات والشير والكلام ده والتعليقات ولو بسيطة عشان المحتوى يروح لأكتر كام، فأبدأ أتشجع إن أكمل يعني. طب إحنا دلوقتي عندنا A1 و A2 جمعتهم يعني، طب وبعدين نرجع تاني للموقع بتاعنا. فالخلية ديت بتحتوي على الرقمين دول، كان ممكن أجي برضك واجي اكتب بدل ما اكتب ايه بتساوي A1 زائد A2 ويطلع الناتج كده، ممكن اكتب صم، ما اقول له صم من A1 ل A2، صم اللي هو من نطاق، عشان كده احنا خدنا الرينج يعني من A1 ل A2. تتكتب ازاي برضك؟ هبدا اروح كده على الاكسل واجي اكتب هنا في اي حته، يعني اقول له بتساوي صم، هلاقي صم، مجرد اكتب اس ويو هلاقي صم ظهرت، ممكن اختارها واكتب له من A1، ممكن اعمل دراج كده يعني، كده يعني اعمل كده على اللي انا عايز اجمعهم، بدل او اكتبهم بداية من A1 لقيته وادوس انتر، هلاقي النتيجة طلعت 6. طبعا اي تغيير بيحصل هنا، لو كتبت هنا 9 او 5 و4 هيبقى اوتوماتيك هيحصل التعديل، يعني اوتوماتيك هيحصل التعديل. نرجع تاني للموقع بتاعنا، يبقى احنا هنا شرحنا الجزء ده. انا هحاول امشي بالطريقه اللي هي دي اللي هي منظمه، ان يبقى في مستند مكتوب وفي مستند فيديو. يعني ادخال الصيغه بقى، ممكن اعمل انتر للفورمولا دي،
هو طبعا الخطوات مكتوبة هنا، ان انا بكتب على طول بايديا بعد ما بكتب دي وبكتب دي، ممكن اعمل سيلكت زي ما انا قلت تحديد الخلية فيتكتب زي ما وريتك في الفيديو ده مكتوب هنا يعني. ان تحديد الخلية يكتب لي الخلية. طب وبعدين ولو غيرت المحتوى هيبدأ المحتوى يتكتب بالطريقة اللي احنا اديت بقى فورمولا. اديت الفورمولا دي الاديت مجرد اقف على في الاكسل كده، اقف كده على المعادلة او اقف هنا اهو في دي، ما دي فورمولا ودي فورمولا، مجرد اقف كده واطلع بالمؤشر اقف هنا كده الالوان دي، يعني ده لون ازرق وده احمر ويتغيروا كده، فانا عارف عايز اغير يعني، عايز مش اجمع دي ودي، اجمع مثلا حاجة تانية يعني، ما كنتش عايز اجمع اي وان، عايز اجمع بي مثلا، فاجي اقول له لا انا عايز اجمع بي، اسحبها كده المعادلة تتغير. اجي اكتب بقى بي هنا، اكتب اي حاجة يعني، اكتب مثلا 7 وادوس انتر، فالنتيجة هو هيجمع 7 و4 ملوش دعوة بالخمسة دي خالص، لكن صاحبنا ده بيجمع A1 و A2، لكن ده بيجمع الـ7 اللي انا عملت ده في الايديت يعني. طب هنا برضك اقدر لو وقفت على اشوف الفورمولا اقف كده يقول لي، بيبين لي ان دي مدى رينج، طالما كاتب نطاق اللي هو زي ما، عشان كده شرحت النطاق في الدرس اللي فات يعني، عشان لما اجي اتكلم عليه في الدرس ده يبقى احنا قلناه يعني، فاي حاجة هتبقى اساسية هنعمل كده. طب وبعدين كان ممكن ان انا برضك لو انا عندي عايز اجمع كل دول، كل المجموعة دي كلها كده ايا كان المربع ده كله كده، وعايز النتيجة يعني، ممكن اعمل ادوس على الفورمولا دي، فممكن لما ادوس على الفورمولا دي كده تطلع لي اللي هي حرف الاف ده الفانكشن، اختار دالة، اختار ايه دالة، هختار صم برضك، فانا عايز اعمل بعمل انسيرت للفانكشن بعد مش من غير ما احدد، انا عايز الفانكشن دي ابدا احدد بعد كده يعني، انا اقف هنا اقول له انسيرت عايز اعمل صم، اختارها كده، هيقول لي صم لمين، اقول له صم لده، هل في حاجه تانية هعملها مجموعه تانية معاها، اه في مجموعه تانية دي، مع ان المجموعه دي فاضيه، اه فاضيه، بس هيبدا يكتب لي كذا نطاق، طب وقف في مجموعه ثالثه، اقف مجموعه ثالثه، اقف كده اوكي. يبقى هو هنا المعادلة 27 دي جت نتيجة كذا نطاق، صم من كذا لكذا، وصم من المنطقة دي للمدى ده والمدى ده، وصم كده يعني، يعني عملية اقدر اعمل استخدم الفورمولا دي. طب تعالى ناخد مثال تاني عشان نوضح موضوع الانثيرت فانكشن اللي انا بكلمك عنها دي، بس قبل ما اخش في الموضوع ده في حاجة اسمها اسبقية التنفيذ، يعني ايه؟ بديك فكرة، طبعا طبعا في البرمجة احنا شرحنا الموضوع ده مرارا وتكرارا، ان هو فطبعا في كلام مكتوب هنا ان احنا بنكتب بنشوف الاقواس الاول ونحسب اللي فيها، بعد كده الضرب او القسمه بيقابلني من اليمين للشمال، وبعد كده الجمع او الطرح، واكمل بالطريقه دي. فمثلا دي كده ببساطه، لكن اقدر اسيب لك لينك خاصه بالعمليات الحسابيه في لغه تانية، بس طبعا مش عايز اعمل كده، هبقى اشرح الموضوع ده في وقته لما نبدا نخش بالتفصيل في ترتيب الاولويات العمليات الحسابيه. يعني في ناس بتمسك الاله الحاسبه وبتحسب غلط، الاله الحاسبه العاديه اللي في ايدينا دي بتاعت ثانويه عامه واعداديه وكده، مش عارفين ترتيب الاولويات، الاله بتحسب ازاي. فهنا في المثال البسيط ده A1 مضروبه في B في A2 زائد A3، فهو هيضرب الاول لان الضرب قبل الجمع، يعني هو هيضرب الاول ال A1 و A2 اولا، هيقوم بعمليه الضرب الاول، المعادله بتقول كده، بعدين يجمع عليهم A3، يعني مش يجي واحد يقول لك انا هجمع الاثنين دول واضرب في، لا لو انا عايزه يعمل كده هضطر ان انا اكتب على حاجه تانية، يعني دي طريقه ان هو يحط الناتج ده عباره عن يضرب الاثنين دول في بعض ويجمع عليهم A3. طب وبعدين لو انا هنا المعادله كانت A1 في افتح قوس A2 زي كده، هيحل الاقواس الاول، يبقى الاقواس ليها الاولويه الاولى، الاقواس ليها الاولويه الاولى، خش جوه الاقواس يعمل بردك الضرب او القسم، انا بتكلم ببساطه، لكن في حاجه اسمها الدوال، حبه حبه هنخش في المواضيع، لكن انا دلوقتي زي ساين وكوزاين وحاجات كتير يعني، دي بيعملها الاول عشان هيجمعها ازاي اذا كان طلع قيمتها يعني، فانا بنوه بس عنها المره دي، مش خش في تفاصيلها يعني. اديت فورمولا، احنا اتكلمنا على موضوع الاديت ده، ان انا لما اقف بيتلون واغير زي ما انا عايز اقدر اغير في الفورمولا واظبط فيها. اسبقيه التشغيل اللي احنا اتكلمنا فيها، بعد كده كوبي بيست فورمولا، دي مهمه، دي معلومه كويسه يعني، ان انا دلوقتي في المثال ده عندي ان 5 و4 اللي هي ايه
هو مجمع دي يعني. هعمل مثال تاني يعني، امسح كل الكلام ده اعلمه كده واعمل ديليت. لو انا عامل هنا تلاتة وعامل هنا خمسة أربعة وعامل هنا مثلا سبعة وجامعهم دول مع بعض بتساوي، ممكن ادوس على طبعا الصم دي على طول كده، فهو يعمل الفورمولا دي ويعمل النطاق ده واوتوماتيك. وطبعا احنا بننوع يعني، هو كتب فورمولا. طب فرضنا انا عندي برضك عمود تاني زي كده اهو، ففي كوبي بيست فورمولا عايز اجمع يعني، مش عايز، عندي طريق كذا طريقة يعني، يا اما اكتب المعادلة هنا وده طبعا مش منطقي، يا اما اعمل كوبي هنا دي واعمل بيست العادية بتاعتنا. هو هيبيست الفورمولا لان دي ناتج فورمولا، فهيبيست الفورمولا ويطبقها على دول اللي فوقيها ده، ويعمل شيفت للاسماء، الاسماء بتاعت الخلايا يعني. مثلا هنا في المعادلة دي كانت من C2 لC4، من C2 اهي ادي C2 لC4. طب دي هنا لا، من D2 لD4، من D2 لD4 بس. فده هو المنطق بتاع الايه، الكوبي بيست. يبقى احنا كده كمان خدنا ازاي نعمل كوبي بيست للايه، للفورمولا، كوبي بيست للايه، فورمولا. طب ايه تاني ممكن نتكلم فيه؟ هنتكلم فيه طبعا. كان ممكن برضك ان انا لو مش عامل كده، عندي مثلا مجموعة ارقام ماسح دي كده، كان ممكن برضك اعمل دراج لدي كده، مجرد ان اعمل كده هو هيحسب لي برضك نفس الكلام، ينقل يعمل فورمولا اوتوماتيك كده، كأنه هو زي ما هنا في فورمولا مش هيقدر غير ينسخ الفورمولا هنا فيطلع نفس الناتج. يبقى برضك ده كله في عملية ايه، كوبي بيست للفورمولا. عايزين ناخد مثال برضك على الفانكشن عشان نفهمها اكتر، بس مش في الصم. هناخد فانكشن اسمها اللي هي موجودة في المثال المكتوب، اللي هي اسمها كاونت اف، يعني عد لو، عد لو. فانا هعمل هنا حبة ارقام هنكتبهم كده ببساطة، وليكن الأرقام دي زي المثال اللي موجود بالظبط، تلاتة، تمانية، ستة. عايز ناتج هنا يعدلي الأرقام اللي أكبر من خمسة. كم واحد أكبر من خمسة هنا؟ التمانية والستة الأكبر والعشر، تلاتة. فاعمل ازاي فانكشن هنا برضك، واقول له كاونت اف، كاونت ايه، كاونت في كاونت وفي كاونت اف، كاونت بلانك، كاونت، كاونت ايه، كاونت بلانك، كاونت اف، كاونت اف. هي كاونت اف ايه بقى، الرينج فين؟ ادي الرينج اللي هيكاونت فيه، هيعد فيه. ايه الكريتيريا اللي هو الشرط يعني؟ اقول له لو كانت اكبر من ايه، من خمسة، عايز الحاجات اللي اكبر من خمسة. الشرط اقول له شيفت اللي هي علامة اكبر من خمسة، عايز اكبر من خمسة، مش اكبر من او يساوي خمسة، اكبر من خمسة، واقول اوكي فطلع لي تلاتة. لو قلت له اكبر من او يساوي خمسة هتطلع اربعة، وهكذا. فدي برضك معادلة. وقفت هنا كان ممكن ان انا اكتبها مباشرة، اقعد اكتب هنا يساوي واكتب المعادلة دي. فطبعا الانسيرت فانكشن بتفيدني وبتعلمني حاجات كتير. طبعا احنا بنتكلم برضك ببساطة، لسه هنخش في العمق ده، تسخين يعني، حاجة كده بنسخن بنشوف الدنيا فيها ايه. بكده يبقى الدرس بتاعنا خلص، اتمنى يكون مفيد. اتكلمنا فيه ايه، بس كده عشان اركز معاك يعني الموضوع، اتكلمنا فيه عن اربع حاجات مهمين. ايه هما؟ الفانكشن اند فورمولا، اتكلمنا عن انتر ازاي نكتب فورمولا، كتابة فورمولا، الايديت للفورمولا، اولويات العمليات الحسابية، كوبي بيست للفورمولا، انسيرت فانكشن، انسيرت فانكشن ازاي اعمل انسيرت ليها، زي ما شفنا كده بندوس على حرف الاف ده. شكرا، سلام.